مشاهدينا الكرام، للحديث عن الاغتيالات في ذي قار توازيا مع استمرار التظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات والتوظيف، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. حياك الله سيد كاظم. بداية، على أي أساس ترسم الأحزاب والميليشيات سياساتها بإنشاء تمثال للمهندس في وقت تعاني مدينة الناصرية بشكل خاص ومحافظة ذي قار بشكل عام من نقص بالخدمات وارتفاع في معدل الفقر والبطالة؟ تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين ولمتابعيكم ومشاهديكم الكرام. حياك الله. طبعا في خطوة استفزازية جديدة، قبل أن أباشر حول قتل الأستاذ الجامعي، نعم، هذا اليوم تم نصب تمثال أبو مهدي المهندس المتورط بقتل المتظاهرين السلميين، وعليه أدلة واضحة بأنه هو من يدير عمليات القتل، وهو من أشرف شخصيا من خلال خلية الأزمة التي شكلت في شهر العاشر من سنة 2019 بداية انطلاق ثورة تشرين المباركة. نعم. الشعب الذيقاري والشعب العراقي وكل المحافظات المنتفرة تعلم بأن الميليشيات هي تابعة، ميليشيات ولائية تابعة إلى طهران، تستمد أوامر طهران ومن القاسم السليماني، المجرم قاسم السليماني الذي هو المشرف الأساسي على إدارة هذه الميليشيات. أبو مهدي المهندس نعلم أنه قتل الكثير من أبنائنا المتظاهرين في ساحة التحرير وفي ذي قار وفي البصرة وغيرها، وبأوامر مباشرة شخصيا منه باعتباره هو نائب أو مساعد قاسم السليماني في هذه الخلية. نحن نقول بأن هذه الميليشيات هي متعاونة مع الحكومة، والحكومة هي من تساعد هذه الميليشيات وتزودها بالأسلحة وتوفر لها الغطاء القانوني وحمايتها من المحاسبة. طيب سيد كاظم، يعني سؤال لو سمحت، في الوقت الذي نرى فيه نصب هذا التمثال لأحد الأشخاص المصنفين إرهابيا على مستوى العالم، في مدينة يعاني شبابها من الفقر والبطالة، في مدينة ارتكبت بحقها المجازر، في مدينة تعاني من غياب للخدمات وغياب للبنية التحتية وانهيار تام لها، أليس من الأولى ومن المفترض على هذه السلطة بدل أن تنفق هذه الأموال على هذه البهرجة أن تهتم بواقع الناس، بدل من أن يقوم هذا العامري ببناء أو افتتاح هذا التمثال، أن ينظر إلى حال سكان هذه المحافظة المعدومين الذين يعانون سواء من الفقر والبطالة، من غياب الخدمات، يعانون حتى من الغياب الأمني بسبب تواجد الميليشيات وضعف الدولة؟ بالنسبة للمواطن، ميليشيات السلطة المتنفذة الحاكمة هي لا تنظر للمواطن ولا تريد أن ترتقي بمستوى المواطن إلى مستوى أفضل. على العكس من هذا، هي أتت من الخارج للقضاء على الكفاءات العراقية وعلى الشعب العراقي وتجويع هذا الشعب العراقي. العراق فيه أموال كثيرة، العراق فيه خيرات وثروات يمكنها أن تساعد دول أخرى على إعانتها وانتشالها من الفقر، لكن هذه الميليشيات أتت بإرادات خارجية وبأوامر بأن يتم القضاء على الشعب العراقي وتجويعه وإفقاره والقضاء على الكفاءات وعودة العراق إلى القرون الوسطى، حيث لا يتمكن من إعانة نفسه ومن إدارة شؤونه الداخلية، بل أن الخارج هو من يدير شؤون هذا البلد. طيب. ذات التاريخ والحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام. سيد كاظم، كيف نربط بقضية وضع هذا التمثال في محافظة ذي قار وبين قضية الاغتيالات للمثقفين للكفاءات؟ هل هناك ربط ممكن أن يحدث بين قضية تواجد هذا التمثال لأبو مهدي المهندس، أحد كما تفضلت المتهمين بقمع المتظاهرين، وبين الاغتيالات الحاصلة الآن في ذي قار؟ نعم، هناك علاقة واضحة بين قتل الكفاءات وبين نصب تماثيل لزعماء الميليشيات التي قامت هي بقتل أبناء هذا الشعب وبقتل أبناء ذي قار خصوصا وباقي المحافظات المنتفضة. يعلمون بأن الكفاءات هي الأساس في فضح وتعرية هذه الميليشيات، وهي من تمهد للثورة القادمة إن شاء الله، والثورة ستأتي بإذن الله.
نعم. للقضاء على هذه الميليشيات وطردها من العراق وتحرير العراق إلى حيث لا رجع إلى هذه الميليشيات. نعم. فالقصد والربط بين نصب تماثيل وبين اختيار النشطاء المدنيين هو القصد تخويف هذه الكفاءات والأصوات الوطنية التي لا تريد الوطن أن يكون تابعا إلى جهة خارجية لتتمكن هذه الميليشيات من نصب تماثيلها وتمرير مخططاتها التي تم تخطيطها في الخارج قبل احتلال العراق وإلى هذا اليوم. العراقيون أصبحوا على وعي كافي بأن هذه الميليشيات هي مقادة من جهات خارجية وأنها هي من تقتل المتظاهرين وفوقها لا تأتي للاستخفاف بدماء أبناء الرقاع وبدماء كل الشهداء في المحافظات وعدم الاهتمام بآهات الأمهات التكالة وبجراحات الآباء وغيرهم من أبناء الشعب وطبقاته المسحوقة. وصلت الفكرة سيد كاظم، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. كاظم ماجد الناشط في التظاهرات كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الناصرية.